بيصير معناها احنا تحسرنا برشا زوز تعادلات اللي عملناهم. الحمد لله اليوم اهم حاجه لان احنا اللي رجعنا المركي ورجعنا لبلاصتنا اللي هذيك هي اللي نستحقوها. مازال ما فيها شيء، اهم حاجه كانت لينا احنا اليوم انه نرجع للبلاصه المرتبه الاولى ورجعنا المركي. توا باش نطويو صفحه البطوله، عندنا ثلاثه ماتشات في الشامبيونز ليغ نركزوا عليهم ونحاولوا نيغوسيو الماتش بتاعنا ماتش بار ماتش، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصوت. كوتش مدرسه النجم الذي سيح لي التسييم مازال خدمه كبيره، لان النجم يلعب كوره ولكن خلينا نقولوا سوى التسييم او في بعض الاحيان خلق الفرص هي تعوز الفريق او اللمسه الاخيره. الفوليوم موجود لكن التجسيم هو اللي ينقص. ما قاعدين نخدموا، قاعدين نحاولوا نصلحوا لو ماكسيموم، وهذاك هو معناه. اليوم تشوف حتى في لي شامبيون الكبار في جمعيه الكبار بارفوا الكره ما تحبش تدخل، لكن الحمد لله اليوم اهم حاجه لينا احنا 3 بوان اللي كانوا مهمين برشلونه.